بخمسينات القرن الماضي بمكان ما بأمريكا كان في طالبين بثانوية ما بنعرف شو صار فيها بالضبط، لكن على ما يبدو صار اشي بهالمدرسة خلت الطلاب يأمنوا انه البشر العاديين الطيبين مثلي ومثلك قادرين يتصرفوا بشكل شنيع ولا أخلاقي وشرير جدا. بنبدأ بأول واحد من الطالبين، كبر ودرس علم نفس وعمل دراسة شهيرة كتير تسمت على اسمه وهي تجربة ميليجرام. بيخبر المشارك بهالتجربة انها بتقص تحسين الذاكرة، فهو عشوائيا رح ياخد يا اما دور المعلم الاستاذ او الطالب، وبيفكر انه بشكل عشوائي شائط الصدفة انه ياخد دور الاستاذ، وانه في شخص تاني رح يكون بالغرفة المجاورة اخد دور التلميذ او الطالب. بيدخل الاستاذ على غرفة بيكون فيها مشرف التجربة يلي لابس سترة مختبر بيضة لاب كوت ابيض، ويلي بيقول له الاستاذ اقعد على الكرسي، وبيشرح له بخصوص الجهاز يلي قدامه يلي عليه مجموعة ازرار. بيقول له انه هالدراسة هدفها تشوف اثر العقوبة بالصعق او الصدمة الكهربائي على تحسين الذاكرة، فلهيك التلميذ بالغرفة المجاورة تم وصل ايديه باسلاك هي كمان موصولة مع الجهاز يلي شايفه قدامه، وانه ضغط المشترك يلي هو الاستاذ لواحد من هالزرار بيبعث للطالب بالغرفة المجاورة صعقة كهربائية بقوة معينة. الأزرار مرتبة بشكل تصاعدي بحيث يكون كل زر أقوى ب 15 فولت من يلي قبله. في تواصل صوتي بين المعلم والتلميذ وسامعين بعض، بحيث الأستاذ يقدر يعطي صوتياً اختبارات للتلميذ ويسمع إجاباته، وكل ما يغلط التلميذ بالإجابة عن شيء ما على الأستاذ اللي هو مشترك التجربة أنه يضغط الزر التالي ذو الفولتج أو الحدة التالية الأكثر إيلاماً، وشوي شوي رح يوصل لقوة صعقة كهربائية تخليه يسمع صراخ الطالب وآلامه من الغرفة التانية كل ما يضغط هو على زر جديد قدامه. طبعاً التلميذ بالغرفة المجاورة ممثل ما موصول بأسلاك ولا شيء، شغلته يصرخ أكتر كل ما ارتفع الفولتج اللي على أساس عم يطبق عليه من قبل الأستاذ اللي هو مشترك التجربة، والهدف من التجربة يشوفه لأي مدى ممكن يستمر الأستاذ بتطبيق صدمات كهربائية ويسمع كلمة السلطة المتمثل هون بالمشرف يلي هو شخص لابس لاب كوت، ويلي بيقول للمشترك في حال سمعه عم يعترض على فكرة الاستمرار بصعق التلميذ انت بس كمل، او ضروري جدا انك تكمل، منأكد لك ما رح يكون في اي اذى طويل المدى على الطالب ولازم تكمل، واشي من هذا النوع. بالاول الكهرباء 15 فولت يا دوب بتنحس، لكن لما بتوصل ل 450 رح تكون شعور اخر، ومكتوب جنب زر ال 450 انها درجة بتشكل خطر على الحياة. كان سأل ميليجرام مسبقاً أطباء نفسيين عن توقعاتهم لنتائج هيك تجربة، قالوا 1% من الناس ممكن يقبلوا يكملوها لآخر درجة حدة من الصدمات الكهربائية ما أكثر من هيك. بالواقع النتيجة كانت أنه 2/3 المشاركين بالتجربة كملوها للأخير. بعد هالتجربة يبدو غار منه يلي كان زميله بالثانوية لميليجرام يلي كمان هو كان صار عالم نفس، وقال لك أنا بدي أعمل تجربة لسه أشنع من هي، لأنه ميليجرام فرجانا أنه الخضوع للسلطة ممكن يخلينا نعمل إشياء شريرة، لكن بالحياة عموماً ما هذا يلي بصير. أغلب الأحيان يلي بيكون أنه في social situation، وضع اجتماعي بنحط فيه وبيأثر على معاييرنا وطريقة تصرفاتنا. حط فيليب زيمباردو وزملائه إعلان أنه في تجربة حول الحياة بالسجون رح تدوم أسبوعين كاملين، وبدنا متطوعين طلاب. بعد مقابلات مع كل المتطوعين اختاروا مجموعة من الأشخاص عاديين وبصحة جيدة بكل المقاييس، وقسموهم عشوائيا لسجناء وحراس. التجربة كانت محاكاة نظامية لجو السجن، فلما اجى اليوم المحدد لبدايتها راحوا جابوا السجناء بسيارات شرطة من بيوتهم، والكل لبس يونيفورمز لباس موحد. الحراس لباسهم بيحمل علامات قوة مثل انه كلبشات ونظارات شمسية وهيك اشياء، والسجناء كل واحد فيهم كان لباسه عليه رقمه يستخدم لمناداته، وبدك تقول صار بديل لاسمه تماما بهي التجربة. من هون ما بقى في تدخل او اوامر بكيفية التصرف من قبل زيمباردو ومشرفي التجربة، وصاروا مراقبين فقط للي رح يصير فيها. بالسجن بالاول بدت القصة كأنها شوي مزح، ولسه اعطاء واخذ الاوامر كان فيه تلكؤ، لكن سرعان ما بلشت تطلع اعتراضات وشغب من بعض السجناء، ومعها رغبة القوة والسيطرة اكثر عند الحراس يلي مع الوقت صارت تصرفات وحشية كتير، عم يذلوهم للسجناء، عم يعطوهم أوامر بتنظيف التواليتات بإيديهم، بيعاقبوهم بأنه يخليهم يعملوا تمارين ضغط وهيك إشياء كل ما تباطؤوا بتنفيذ الأوامر، وبعدين انتقل الموضوع للانتهاكات الجنسية، والموضوع ضل عم يتصاعد ليصير فظيع جدا. تخيل مجرد أنهم انحطوا بهالنظام وبهالظروف تصرفوا بهالشكل المريب جدا.
بعد أقل من يومين أول سجين عانى من انهيار عاطفي، ومن بعدها تكررت الحالة مع عدة مساجين يوم بعد يوم. باليوم الخامس إجت حبيبته لزمباردو وقتها زيارة على مكان التجربة، وهي كمان كانت خريجة علم النفس. شافت منظر صف من المساجين على رأسهم أكياس ورقية عم يمشوهم الحراس على الحمام. طبعا جنت هي وراحت تعيط عليه، قالت له شو هذا ما أنك شايف شو عم تعمل؟ قال له شو شبك، تجربة كتير مثيرة للاهتمام، كيف أنت علمت نفس ما بتشوفي قديش مهم يلي عم نعمله؟ قالت له كيف أنت ما أنك شايف الشيء اللي شايفته أنا؟ في شيء غلط، أنت ما أنك نفس الشخص اللي أنا بحبه. وبهي اللحظة فاق الزلمة واكتشف إنه قوة الظرف the power of situation يلي هو عم يدرس أثرها على الحراس بنفس الوقت عم تأثر عليه هو كمان. وفاق قديش بديهي إنه هالتجربة اللي هو تركها تمشي وعم يتفرج عليها فقط لا أخلاقية وما لازم تستمر نهائيا. وهيك وقفت التجربة. وهلأ فيك تاخد نفس بعد كل هالبلاوي. بناء على هالتجربتين وإشياء تانية توصل زمباردو لسبع نقط بيشوفهم بيسهلوا انزلاق الإنسان العادي الطيب على منحدر الشر. والشر بتعريفه هو استخدام شخص لسلطمة أو تصرفه هو بشكل مباشر عن قصد بشكل يضر أو يحرض أو يسمح بضرر أشخاص آخرين يلي هني أبرياء وما أدوا حدا بشي على حد علمه. أهم خلاصة من تجربة ميلغرام برأي زمباردو هي أنه كل الشر يبدأ ب 15 فولت. بالتجربة كان في 30 مفتاح قدام المشترك، بتبلش ب 15 فولت وبتزيد شوي شوي. بالبداية ما في أذية بس بالنهاية في كتير أذية. الفكرة هون لما بدأ تضغط أول زر لازم تسأل حالك شو يلي رح يوقفني وأنا بطريقي للمنطقة المؤذية. طبعا ما فينا ندعي بسهولة أنه يلي بيضغط 15 رح يضغط 450، لكن لحظة اللي تضغط 15 انت صرت على سليبري سلوب، على المنزلق مثل ما بيقول زمباردو. شغلة التدرج مستخدمة كتير بتجنيدك أو لأقناعك تلتزم أو تعمل خدمة كبيرة أو بتشتري شي غالي يمكن انت ما ممكن تقبله من الأول، مثل ما أنه ما ممكن حدا من مشتركي التجربة كان رح يضغط على الفولتج العالي فورا. بمعنى آخر في إشي يسهل عليك ترفضه عموما، لكن يمكن لو تقدمت لك بالتدريج تقبله. لما بدك تعمل شيء وحاسه أنه أوكي بعمله بس شايف هي البس، هي الشعور اللي لازم يكون دليلك أنك عم تضغط 15 فولت. وتسأل حالك قبل ما أضغط زر 15 وين أعلى فولتج لازم أوقف عنده؟ 60 مثلا؟ حدد لحالك قبل ما تبلش، هات في حال قررت تبدأ، لأنه ممكن تقرر أنه ما بدك تدخل بهالسلسلة اللي آخرتها هيك من الأساس. بس في حال قررت تبدأ راقب بعد ما تبلش إذا هالمعيار الماكسيموم تبع 60 فولت اللي أنت حطيته لحالك هل عم يتغير مع كل درجة جديدة، مع كل مرة تضغط زر جديد؟ لما تضغط على 30 وشفتها ما كتير وجعت الطالب، لساتك بنفس ثباتك أنك رح توقف عند 60؟ برأي زمباردو الحد الفاصل بين الشر والخير هو شيء قابل للنفاذ وقابل للتحرك، لهيك يستحق مننا أن نراقبه عن كثب بهيك مواقف. طبعاً هاد لا يعني أني عم أقول لازم تعقد حياتك وحياة الحواليك كتير، يعني في بعض الناس اليوم بأمريكا باليسار الليبرال أو باليمين المحافظ الكونسيرفاتيف، ونفس الشيء ناس هون باسم أخلاق دينية أو سد الذرائع، كلهم بتلاقي عندهم سيناريوهات أخذوا فهمهم للنقطة وحولوه لمساواة أخلاقية بين أفعال تبدو متشابهة بالنوع أو أنهم على نفس السبكترم، لكن وضوحاً أثارها بتكون مختلفة. يعني 15 فولت بحد ذاتها بالأخير لا تساوي 450. بتجربة السجن اللي حكينا عنها، لما نحط أرقام للسجناء وصارت تستخدم للتعامل معهم بدل أسمائهم، كان دور هالشي نزع الإنسانية عنهم. بعد التجربة لما طلب زمباردو من السيس يجي يحكي مع الناس اللي كانوا بهالتجربة عم يلعبوا دور السجناء، يسألهم السيس شو اسمك يا ابني؟ كتير منهم عطوا أرقامهم بدل أسمائهم لما جاوبوا. برأي زمباردو وضع ليبل على مجموعة من الناس بحد ذاته بيسحب من صفة الإنسانية عندهم بالنسبة للشخص اللي عم يتعامل معهم، الشيء اللي برأيه هو بمركز كل تعصب أو تمييز غير منطقي بالمعاملة. الإعلام بفترات ومناطق الحروب دائما كل طرف بيحضر جهته لنزع صفة الإنسانية من الأعداء ومن الطرف الآخر عن طريق ربطه أو تقطيره بصور لا إنسانية. في حلقة مثيرة للاهتمام بهالخصوص من مسلسل بلاك ميرور، عنوان الحلقة Men Against Fire، بنصحك تحضرها إذا بتقدر. هلا في تجارب مثيرة للاهتمام تنحكى بهيدي النقطة، لكن يعني بعصر الانترنت والترولينج بجوز الموضوع واضح كتير بالنسبة لنا. كلنا شايفين مثال على شخص فايت باسم وهمي على الفيسبوك او تويتر او اليوتيوب وعم يهاجم بطريقة بنعرف تماما انه لو كان حاطط اسمه وصورته ما كانت جرأ يتبعه، لانه شعوره بمسؤولية كان اختلف. وبالمقابل انت كونك شايفه شخص باسم وهمي وبدون صورة كتير اسهل عليك بسبب النقطة السابقة
انت كمان تعامله بشكل مختلف عن الحال لو كان حاطط اسمه وصورته، يعني بشكل اقل لطفا. عموما نحن كبشر نشعر بالمسؤولية فيما يخص الناس حوالينا بالسياق اللي منكون فيه، لكن لما عدة اشخاص حواليك بتجاهلوا شخص بحاجة واضحة للمساعدة، هالشي بصير يحسسك حتى لو بشكل لاواعي انه عادي انك ما تتدخل. هالشي اسمه البايستاندر افكت. على فكرة لهالسبب اذا شي مرة كنت بموقف بحاجة مساعدة وحواليك مجموعة كبيرة من الناس فانشلت بسبب البايستاندر افكت، بسبب اندثار وانتشار المسؤولية، اشر على شخص معين بحد ذاته وقل له انت لابس ابيض ساعدني اعمل كذا، هالشي بيزيد احتمال انه يساعدك. اذا حابب تعرف اكثر عن البايستاندر افكت فيك تحضر هذا الفيديو الظريف من عنداوي بيشرحه فيه بالتفصيل. طلع على الصغار حواليك ما عندهم تحكم بذاتهم، بالتالي ممكن يحطوا حالهم بمواقف خطيره، بالتالي جزء من تربيتهم هي تعليمهم شو الحدود اللي لازم يلتزموا فيها والسلطات اللي لازم يأتمروا ويرضخوا إلها ويسمعوا منها، وهيك بيصير الشاطر هو اللي بيسمع الكلمة. لكن ما منعلمهم انه في سلطات لا تستحق الاتباع، او انه لما شخص يمثل سلطة انت قبلان عموما لا يعني هالشي انه تاخد كل اوامره على محمل الضرورة انه تتنفذ. يلي بيقلك نفذ ثم اعترض في حال اعتراضك كان اخلاقي، فجوابك خرج يكون I don't think so. ولما بتسأل ليش لازم اعمل هيك والجواب من السلطة بيكون لاني امرت بذلك because I said so، فهذا المكان الجيد لاستخدام كلمة محببة عند كتير ناس يلي هي طز، بس لأنه الأمر إجا من شخص لابس أبيض ومشرف تجربة لا يعني هالشي إنه بيحقلي أخلاقيا أصعق شخص ما بالغرفة المجاورة بكهرباء متجاهلا صرخاته وألمه والويلبينج تبعه. كتير مننا عنده اهتمام بشكل ما إنه يكون كول أو على الأقل ما يحس أو يبين إنه أوتسايدر وما بينتمي للمجموعة. احيانا بتلاقي معيار جديد من الاشياء اللي صرت تقبلها او تصرفات صرت تعملها كانت تماما اوف ليميتس عندك من زمان، وهالتغيير صار فقط بسبب ضغط الاقران البير بريشر. معايير المجموعه جنبك قد تكون غبيه ولا اخلاقيه كتير، اذا كل رفقاتك بيدخنوا او بيرجلوا لا يجعل من فعل التدخين اقل ضررا ولا بيغير شيء من اثاره. برايي النورم معيار او حد ما هو عادي يلي لا وعينا بيحسبه من خلال تصرفات الناس بمحيطنا هو من أكثر الأشياء المثيرة للاهتمام وتستحق انتباهنا وتدعونا لمراجعة ذواتنا. بالفلسفة وبالقانون الكلام عموما عن الخطأ أو الفعل اللا أخلاقي بيكون من نوعين، يا أما acts of commission لما شخص هو يقوم بشيء سيء مثل أنه بيقتل حدا مثلا، و acts of omission ويلي هي أنه كان فينه يتدخل لردع شيء سيء لكنه ما تدخل. هالنقطة ممكن ترجعنا لحلقة الكذب إذا تتذكرها، انا في نقطه اختصرتها من هذيك الحلقه واللي تتناول هذا النوع من الكذب، انه نقول الشخص اللي قدامنا عبر وضوحا بانه عنده صوره خاطئه عما نعتقده نحن بانه الحقيقه، مثل انه مفكر في شيء معين لسه ما صار ونحن بنعرف انه فعليا هو صار، يعني هو غلطان لكن ما صححنا له معتقده الخاطئ لسبب ما، لنقول مثلا انه بيفيدني بطريقه ما انه هو ما يعرف. هل هذا نوع من انواع الكذب؟ لأنه بدنا نعترف أنه غالباً التزام الصمت أمام كذبة شايفينها بتفيدنا أسهل علينا أخلاقياً بكتير من أنه نحن نكذب الكذبة. فالجواب على هالسؤال بيسلط الضوء على شيء مؤثر كتير، لهيك أنا بدي أطر جوابك بالتعليقات. ما بعرف كيف أشكركم على الدافع والحب اللي أعطيتوني إياه الأسبوع الماضي متمثلاً بالتشجيع النفسي والدعم المادي والتعليقات الحلوة ونشر الصفحة ونشر الفيديوهات ودعم ريبلز مادياً على باتريون. لحظة تصوير هالفيديو صارت عائلة باتريون أكثر من 30 شخص، والهدف يلي قلت لكم عنه الحلقه الماضيه وصلنا له، فرح نطلق موقع ريبلز قريبا ورح يزيد عدد الحلقات الشهريه من ريبلز، وبس نوصل للهدف القادم رح نطلق المشروع الجديد يلي هو بودكاست ريبلز. فاذا بدك المشاريع تشوف النور وبتحب وفينك تدعم ريبلز مبلغ مادي قد ما كان يبدو لك بسيط هو ممكن يعمل اثر كبير، فقط في حال عدد كافي من الناس ما خضع على اثر اندثار المسؤوليه ديفيوجن اوف ريسبونسبيلتي يلي حكينا عنه اليوم. شكرا لوقتك ومتابعتك وبنلتقي بالحلقه الجايه. سلام.